السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في قناتكم بنا وحصتكم بنت البلاد. كما عودكم مطبخ بنت البلاد، اليوم جبنا لكم طبق تقليدي وجزائري اصلي، وحنا اليوم بدلناه يعني بحاجه يعني ممكن تعجبكم انتم ما شاء الله. هو اللي هو نحن معروفين باللوبيا بالرجلين، يعني اللوبيا بالرجلين معروفه في الطبق الجزائري معروف، يعني عنده وقت بزاف نحبوا نستعملوا نديروا هذا الطبق. انا اليوم غيرت فيه من في بلاصه اللوبيا، يعني احنا درنا درت الحميصه، وهذا الطبق يعني تاع الرجلين كما على بالكم الرجلين بيان سو تشربوا مع البوشخي يكونوا نقيين ومشوطين، وحنا دائما من كي نوصلوا للبيت بيان سو نعاودوا نقيوهم كما راني هنا نقيتهم ونقيهم بزاف نستعملوا الخل الابيض بزاف نقيو هذا الهومه ولا ليزابا ولا اي حاجه ولا مخ ولا اي حاجه نجيبوها من عند بوشري لازم نغسلوها بالماء بالخل بزاف ونسيو كيفاش نقدرنا كيفاش نخلوها ما ترتاح في الخل هذاك حوالي 10 حتى 15 دقيقه باش يروحوا لها كاع الميكروبات فيها ولا اي حاجه يعني تروح لها، ومام طون بام نتحصلوا على اللون تاع هذاك البوزلوف تاعنا كما راكم تشوفوا هنا. انا طيبته هنايا نص طياب، انا طيبته حوالي 50 حتى 60% هذا يعني الرجلين تاعي اللي هنايا، وهذا التتبيله اللي درتها هنايا نفس التتبيله اللي راح نديرها في المرق اللي حنطيب فيه، وانا احتفظت بالمرق اللي طيبت فيه. وكما تعرفوا انتم بزاف يعني الرجلين فيهم لا جيلاتين هذيك هي اللي تعطينا يعني الخاتره على خصوصا شي خاتره، والحميصه تاعي ثاني كنت طيبتها وطيبتها من المرق اللي كنت دوزنت به هذوك الرجلين، يعني درت شويه مرق منها كي درت بون الرجلين تاعي كانوا يطيبوا نحيت شويه مرق ودرت في الحميصه تاعي طيب. هذه يعني فكره ممكن انتم تحبوا ديروا على هذا الطبق، ما كوش عندكم كوكو 8 يوت ولا حاجه تقدروا تحضروا هذا الطبق يعني ويطيب لكم في وقت يعني قصير وتحصلوا على طياب بنين ان شاء الله. المقادير ما كاش بزاف، المقادير عندنا هنايا بصل يعني شرائح كما درتهم هنايا يعني نفس المقادير، هنا ثاني درت يعني بصل شرائح، عندي توم هنايا هنا رحيته بالعاني على باش ما يجينيش حبات، هنايا درت حبات دابولي مع الطياب يعني دابولي، وهنا عندي حميصه كما قلنا اللي درناها في المرق اللي طيبنا فيه يعني الرجلين هذوك، وعندنا حبه ليمون هذه راح نختموا بها يعني المرق تاعنا. وفي التوابل واش عندنا؟ التوابل عندنا كمون، عندنا فلفل كحل، عندنا قرفه، عندنا سكنجبير ولا زنجبيل، وعندنا فلفل كحل، وعندنا فلفل عكري. هذا لما يخص هذا الطبق تاعنا اللي راح نحضروا فيه اليوم، قلنا رجلين بالحميصه ماشي باللوبيا. نروحوا هنايا راح اليوم خيرت لكم مشروب يتماشى بزاف مع هذا، قلنا حنايا بيكون فيها يعني ايدام وكاع، حنا نحضر لكم هنايا يعني هو مخلط يعني ان فيتامين سي يعني وعصير يعني فيه حامض، فيه قلنا الليمون وفيه الجزر وفيه برتقال، يعني هذا ميلونج تاع يعني قلنا عصائر هذول اللي هو قلنا برتقال وليمون وجزر. هنايا الجزر هنا كنت حضرت حوالي 500 يعني رطل يعني 500 غرام تاع جزر اللي كنت طيبتهم وما سيحتش الماء ديالهم واللي كان الماء مازالوا فيه الماء هذاك ما نرميهاش خليته باش نكارديه. هنايا عندي هنايا برتقال، هنايا عندي حوالي نصف كيلو يعني تاع برتقال، وكارديت حبه بقشورها، انا حبه بقشورها خليتها بالعاني، وهنا درت حبه تاع ليمون هنا ثاني بقشورها باش تعطيني هذيك النكهه يعني باش ما تروحش يعني كي هو لو زاست الاصلي اللي يكون فيه توجور لو بو هذاك يعني البنه تاع لو سيترون ولا لو جو تاع لورانج تاعنا. وعندنا حوالي 250 غرام سكر، واللي كان يحب واحد يعطي يشربه طبيعي يقدر يستغنى على السكر هذا ما يديروش يعني يشرب طبيعي. وعندنا هنا حوالي ريتلا وزياده تاع ما لي بون، حنايا نحينا ديجا شويه ما نص ريتلا من هذا الماء، انا درناها ديجا يتغلى هذيك هذاك الماء اللي حيتغلى راح نطيبوا فيه البرتقال تاعنا. حنايا دوكا نطيبوا جدناها من قبل باسكو شدنا طياب، مي كيما البرتقال ماشي حيشدنا طياب غير تمتم راح يطيب لنا، ونعاودوا باش نعصروه بعدا في الميكسر بيان سور. نروحوا نديروا دوكا التشينه تاعنا الطيب،
الاكسير تاعنا مع بعض ان شاء الله. بعد ما طابنا القناع هون بزاف يمشي مع العصائر تاعنا اللي نديروهم يعني اون جينيرال كيما حضرنا من قبل ديجا عصائر كنا دائما نديرو عصير الليمون يكون حاضر لنايا هنا طيبناهم هنا اليوم طيبناهم يعني كنا من قبل كنا نعصرو يعني كيما البانان كيما كاين يعني فواكه ما لازمش تطيب مي هذه طيبناها قلنا وهنايا هذه الكميه هذه اللي حضرناها هنايا قادر هنا تحصلوا حتى على ثلاث رواتل يعني هذه الكميه هنا دوكا عندنا نيكست تخي يعني هنايا يعني عصير تخيل هذا نقدروا نمشيوه هذه الكميه نقدروا نمشيوها كما قلنا حنايا كي نديروا 500 غرام 500 غرام صافي حيولوا لنا كيلو يعني كيلو هذا نقدروا نحصلوا عليه نضربوه تريبلي يعني في ثلاثه باش نحصلوا على ثلاث رواتل تاع عصير هذا العصير نقدروا نحتفظوا فيه في الثلاجه واي وقت نقدروا نحضروا شويه من هذا شويه عصير من هذا يعني ليكستري هذا ونديروا شويه ماء بارد ونشربوه وهذه هي دوك انا نكمل يعني نعصرو مليح باسكو علاش كي نعصرو نكملو نصفيه كي نصفيه وبعدا نقدمو يعني مع اي يعني مع اي وجبه كيما اليوم حضرنا الوجبه هذه اللي حضرناها اليوم اللي هي قلنا بوزلوف يعني رجلين بالحميصه او يوالم بزاف مع هذا العصير انا حنكمل الخدمه تاعي ونتلاقاو بعد الفاصل ان شاء الله ونشوفوا العصير والطبق تاعنا حاضر قدامكم. رانا ولينا من الفاصل كما راكم شفتوا الاطباق تاعنا حاضرين معنا اللي هما قلنا اليوم درنا طبق يعني رجلين قلنا رجلين يعني معروفين باللوبيا احنا اليوم درناهم بالحميصه وراح تجربوهم وتذوقوا فيهم بزاف في جبنان والعصير اللي حضرناه اليوم اللي هو عصير البرتقال بالجزر يعني صحي بزاف وميم طون يعني راح يعطيكم يعني كميه كبيره قلنا احنا درنا حوالي ريتلا يعني ضاعفتنا ولينا في ثلاثه احنا درنا حوالي هنا راهي ريتلا ونص وعندنا نيكستري يعني نقدروا نستعملوه لريتلا ونص واحده اخرى يعني واش نقول لكم ان شاء الله تجربوا هذه الاطباق يعني هذا الطبق وهذا العصير وان شاء الله تنجحوا فيهم والطريقه كانت يعني واضحه ومقادير يعني كانوا سهلين ونتلاقاو ان شاء الله في عهد قادم ان شاء الله والسلام عليكم.